بكم على متن طائرة السعودية من أجل سلامة وراحتكم. تقتضي قوانين الهيئة العامة للطيران المدني التقيد بالإشارات المضاءة واللافتات الملصقة واتباع توجيهات الملاحين والانتباه لعد تعليمات السلامة التالية. يجب التأكد من وضع الأمتعة اليدوية في الأدراج العليا وإغلاقها بإحكام مع اتخاذ الحيطة والحذر عند فتح الأدراج العلوية تفاديا لسقوط الأمتعة ووضع المتعلقات الشخصية الصغيرة تحت المقعد الذي أمامكم. يمنع وضع الحقائب في الممرات أو عند مخارج الطوارئ. لسلامتكم يجب وضع الأجهزة الإلكترونية المحمولة مثل الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة على وضع الطيران، كما يمنع استخدام الأجهزة اللاسلكية وأجهزة التحكم عن بعد طوال الرحلة. يرجى إبلاغ أحد ملاحي المقصورة قبل استخدام أي أجهزة إلكترونية أخرى. في حال سقوط جهازك الإلكتروني داخل المقعد، يرجى عدم تحريك المقعد وإبلاغ أحد ملاحي المقصورة. يجب أن تكون أحزمة المقاعد مربوطة الآن. لربط الحزام، ادخل النهايتين المعدنيتين في بعضهما وشد الحزام. لفك الحزام، ارفع اللسان المعدني ثم افصل النهايتين عن بعضهما. في حال انخفاض الضغط داخل المقصورة، سوف تسقط أقنعة الأكسجين أمامكم تلقائياً. سارع بتناول أقرب قناع إليك وشده إلى الأسفل، ثم ثبته على الأنف والفم. ضع قناعك أولاً، ومن ثم يمكنك مساعدة الآخرين في وضع أقنعتهم. أبق القناع إلى أن يبلغك ملاح المقصورة بنزعه. في حال الهبوط الاضطراري، يجب اتخاذ وضعية الجلوس الآمنة في حالات الطوارئ. يوجد مخارج للطوارئ على جانبي الطائرة، الرجاء تحديد أقرب المخارج إليك الآن. إذا كان إخلاء الطائرة ضرورياً، ستضاء الممرات بأنوار ترشدك إلى المخارج. قبل مغادرة الطائرة، يجب خلع الأحذية، ترك جميع الأغراض الشخصية، التوجه إلى أقرب المخارج، ثم استخدام الزلاقة. توجد سترة نجاة في كيس تحت مقعدك أو إلى جانبه. عند صدور التعليمات، البس السترة من جهة الرأس، اربط الحزام حول الخصر، ثم شده حتى يكون محكماً. عند المخرج، انفخ السترة بسحب الشريطين إلى أسفل أو بالنفخ في الأنابيب العليا، ثم اتبع تعليمات الملاحين. لمزيد من المعلومات، يجب الاطلاع على بطاقة السلامة الموجودة في جيب المقعد الذي أمامكم أو